وقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجهنا إلى أهمية أن يصلي المسلم صلاة العشاء في جماعة ويتبعها بصلاة الفجر في جماعة، الاثنين معا، يعني العشاء في جماعة والفجر في جماعة، كأن المسلم قام الليل كله. شوف أنت كنت حريص في رمضان على أنك أنت تقوم ساعة ولا ساعة ونص اللي في صلاة التراويح، أنت كأنك لما تصلي العشاء في جماعة وتصلي الفجر في جماعة الاثنين مع بعض، مش الفجر الواحد والعشاء الواحد، يبقى كأنك قمت طول الايه طول الليل وأنت في قيام. يبقى أنت نايم في السرير نمت شوف كم ساعة، ومع ذلك بيحسب لك قيام الايه بيحسب لك قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أي صلاتهما الاثنين في جماعة وليس الاقتصار على واحدة. وهذا تبينه رواية أخرى رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة، العشاء والفجر في جماعة، كان كقيام الليلة. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه لأن أصليهما، يعني العشاء والفجر في جماعة، لأن أصليهما في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. لو أنت صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة أحب أنك أنت تصلي طول الليل، تصلي طول الليل وتنام عن صلاة الفجر، أو تصلي طول الليل ولم تأتي إلى صلاة العشاء في جماعة. يقول عمر لأن أصليهما في جماعة أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعرفه معظمنا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني إذا كانت اللي هم ركعتين السنة اللي هم خير من الدنيا وما فيها فما بالك بصلاة الفجر نفسها.